من بروكسل ينضم إلينا مراسل الغد سلامة عطا الله. سلامة، مسؤول الاتحاد السياسي في الاتحاد الأوروبي، يعني يقول هو مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الصفقة الأمريكية وخطط السلام لا تتماشى مع المعايير الدولية. كيف يمكن أن يتم البناء سياسيا على مثل هذا التصريح؟ هل من الممكن أن يعرقل هذا التصريح أو يوقف خطط السلام؟ اليوم فقط نستطيع القول بأن للاتحاد الأوروبي موقف من الخطة الأمريكية، خصوصا وأن الرد الأول للاتحاد كان عاما ووعد بالدراسة والتقييم، وقد اجتمعت لجنة متخصصة، وقد كلف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بالتواصل مع كافة الأطراف الفاعلة الفلسطينية، الأردن ومصر وجامعة الدول العربية لحشد موقف و العمل بشكل أفضل لحث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل مباشر ووفق المرجعيات الدولية بعيدا عن الخطة الأمريكية. ولذلك كانت أول زيارة لهذا المسؤول الأوروبي، وهو الذي تسلم منصبه قبل عدة أشهر فقط، أول زيارة للشرق الأوسط تكون لهذا الملف، لملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا يعني بأن هذا الملف له أولوية في السياسة الخارجية الأوروبية، خصوصا وأن هناك ملفات أخرى تزاحمه في الخليج، لكن قرر الأوروبيون العمل على ذلك على الأقل. نعم، سلامة عطا الله مراسل الغد كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك.